الصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن النمل يتحطم. اكتشف العلماء حديث أن جسم النملة مزود بهيكل عظمي خارجي صلب يعمل على حمايتها ودعم جسدها الضعيف. هذا الغلاف العظمي الصلب يفتقر للمرونة، ولذلك حين تعرض للضغط فإنه يتحطم كما يتحطم الزجاج. والحقيقة تحطم النمل تحدث عنها القرآن الكريم في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورة النمل آية 18. وتأمل كلمة يحطمنكم كيف تعبر بدقة مذهلة وعجيبة، والله أعلم.